بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حنان مصطفى. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ نعمل أنيميشن للتاسك رقم 12 اللي احنا نزلناه على الصفحة عندنا، علشان بس في بعض المعلومات مهمة حبيت إن أنا أقول لكم عليها. طبعا أنا بشكر كريم، صراحة كريم جمال اللي هو عمل التاسك ده، عمل له أنيميشن زي ما انتم شايفين كده. صراحة بشكره جدا والله على التطبيق، تطبيق جميل، وانا بشكره على اجتهاده والله، ربنا يبارك فيه، فعلا تطبيق حلو في مجهود. يعني احنا بقى يعني عشان انا بس جالي سؤال عن طريقة ازاي الشيب اللي ورا ده بيتحرك، تمام، فانا هشرحه وهنقول بقى التاسك كله على بعضه بيتعمل ازاي. طبعا دوت تاسك فري من فري بيك، هنعمله داونلود، بعد كده هنفك الضغط ونفتحه على طول على الاستريتور بالمنظر ده كده. طيب اولا انا هاخد بس الجزء ده، هاخد جزء واحد منه مش هاخد كله، اعمله كده ان جروب خلاص، وابدا اختار واحد بس، احط هنا لاير جديده واسحب فيها الجزء اللي انا اخترته اللي هو ده، تمام كده بقى انا اخترت جزء واحد بس من الاربعة اللي كانوا موجودين. ده خلاص انا مش عايزة منه حاجة، فبالتالي هدلته واختار ده بس، اقف عليه كده كله تمام، وعايزة اكبره كنترول تي عشان يجيب لي الت وشيفت عشان اكبره الشكل ده كده، يعني خليه بالمنظر ده تمام كده. اهو بقى واخد مقاس الايه الارت بورد. طيب انا عايزه اعرف الارت بورد دي مقاسها قد ايه، فبالتالي اجيب العلامه بتاعت او الاداه بتاعت الارت بورد، واقف هنا مدهاني اهي، هي هنا مدهاني بالسنتي بس انا عايزاها بالبيكسل. اعمل ايه بقى؟ اخش هنا على قائمه فايل في دوكيمنت سيت اب، هنا سنتيمتر، اليونت بالسنتيمتر، لا انا عايزاها بالايه بالبكسل، اقول له اوكي، بقت هنا ايه بكسل تمام. شيل ده، عايزه بقى اخلي هنا يعني ايه حاجه عايزه اكبرها مثلا او اصغرها ايا كان. اخلي هنا في الويتس مثلا اخليه 600 بكسل تمام، اهي بقت عريضه شويه واخلي هنا دي 800 بكسل في الطول بتاعها تمام. ادي اهو انا كده كبرت الارت بورد بتاعتي اللي انا هشتغل عليها، او ممكن اعمل العكس على فكرة. خلينا نعمل العكس عشان هو اصلا التطبيق عريض، فخلينا نعمل العكس، نخلي دي 800 ونخلي دي 600 تمام. ايوه كده، عشان خاطر ايه التصميم نفسه عريض، لكن لو كنت عملته بالطول ما كانش هيبقى ظريف. خلاص اكبر ده بقى كده الت مع شيفت بالشكل ده كده تمام. طبعا انتوا لو عايزين تعملوا المقاس بتاع الارت بورد 1920 في 1080، هنكتب هنا 1920 هنا 1080 خلاص، لو انتوا عايزينها كده. مش عايزينها وعايزينها تبقى بنفس المقاس الصغير ده مفيش مشكلة، انا بس عشان خاطر ايه يعني اعرفكم ازاي بنغير في مقاس الارت بورد تمام. طيب نبدأ بقى في شغلنا. انا بقى عايزة اتخيل الحركة اللي انا عايزة اعملها الاول عشان خاطر اقدر افصل اللايرات على اساسها. طيب انا عايزة اعمل الحركة ازاي؟ اولا الشيب اللي ورا ده انا لازم اعمل له انجروب برضو، عشان انا هاخد كل حاجة من دول لوحدها خلاص، يبقى انا لازم ايه احط ليارات، ليارات لدي، ليارات للسحابة اللي ورا دي، ليارات للطيارة، لير للموتوسيكل ده، لير لايه للسفينة دي. طيب انا بفكر في الانيميشن بيكون عامل ازاي. اولا السفينه دي انا عايزه الخط او الستروك كده يترسم عليها. يعني ايه يترسم عليها؟ يعني هنحوله هناك في الافتر افكت، هنحوله شيب لاير واعمل له حاجه اسمها تريم باث تمام، عشان اخليه يترسم على الشيب نفسه. طيب معنى كده ان ده او اللير بتاع السفينه دي مش هيكون لير واحد، هيكون ليرين. ليه بقى ليرين؟ عشان واحد هيبقى فيل والتاني هيبقى ستروك.
تمام. طيب يبقى دي هتتعمل على ليرين، ده كمان على ليرين، وده كمان برضو، او الطايره دي برضو نفس الحكايه. يبقى كده في 6 ليرات للثلاث رسومات دول، او الثلاث ثلاثه اوبجكت دول. طيب تمام. الشكل اللي ورا ده هيبقى زي ما هو كده، بس احنا ممكن مش هنستخدم دوت، انا بس هقول لكم على طريقتين عشان نقدر نحرك بيهم الشيب اللي زي كده. ده هيبقى في الافتر افكت، ده هيبقى في لير لوحده، والنجوم والحاجات دي برضه تبقى في لير لوحدها. تعالوا بقى نفصل ده ليرات. ازاي بقى افصله ليرات؟ هنا هحط كمان لير على ده، احط كده لير تمام، واخد الجروب بتاع الطيارة ده. ولا اقول لكم تعالوا نبدأ من تحت الاول، ناخد دي حطها هنا تمام، وممكن اغير اللون بتاع اللون اللي هو الجايد ده، هنا الجايد باللون الاحمر، وانا ممكن اغيره اخليه مثلا جرين. خلاص اقول له اوكي بقى جرين، عشان افصل بس ايه كل لير عن التاني، عشان بس افرق واميز كل لير عن التاني. نيجي نعمل لير جديدة، وناخد اللي هو الجزء بتاع الموتوسيكل ده نطلعه فوق هنا برضو. ممكن اغير الجايد او ممكن اسيبه زي ما انتوا عايزين، يعني خليه اصفر بالشكل ده كده. طيب في الطيارة يبقى ناخد برضو كمان لير، ونيجي هنا عند البلين، فين البلين دي، واروح ايه مطلعها هي كمان فوق تمام حلو. دي اخليها زي ما هي. الجروب بتاع الباث ده اهو، والخطوط دي بتاعت ايه، اللي تحت. طيب اخليها برضو تحت لوحدها، مش لازم ان انا اشيلها، يعني اخد بس ده الجروب ده تمام، واطلعه بس هو كمان لفوق بالشكل ده تمام. دول اخليهم مع بعض مش مشكلة، في لير لوحده يعني الخطوط اللي تحت دي مش مشكلة، انا مش ايه مش هعمل فيها حاجة. او تعالوا بقى ايه، تعالوا ناخد ده لوحده في لير، بس ده هيبقى تحت ماشي كده. احنا قسمناهم اهو ليرات. طيب دي زي ما احنا قلنا، انا عايزة اخلي دي ليها ليرين، واحدة يبقى فيها فيل والتانية يبقى فيها ستروك بس. طب اخد ده بقى كده وانزل بيه تحت على فين، على كرييت لير، عشان يعمل لي منه دوبليكيت. خلاص اهو عمل لي كوبي منه. الكوبي ده انا عايزه اشيل منه الفيل، وعايزه اخلي الاستروك بتاعه واحد، هخليه سميك شويه. خلاص لو انا شلت الكوبي ده هيجي لي اللي هو الاصل بتاعه، هو الاصل اللي انا خدت منه كوبي. طب الاصل ده انا عايزه اشيل بقى منه، عايزه اشيل منه الايه الاستروك، انا مش عايزه استروك بس هخلي فيه فيل ماشي كده. طيب يبقى دلوقتي اهو بصوا بقت مجرد بس ايه شكل ابيض كده محطوط، ملوش اي ايه ملوش اي ملامح. لو انا ظهرت ده او بقى ده استروك بس، وده بقى ايه فيل فقط. خلاص طيب هناخد اللي بعدها، اللي هو انه اللي هو الموتوسيكل ده، اسحبه على الكريت لير تحت، حتى بيدينا علامة زائد يعني هيعمل لي واحد تاني تمام. واخلي ده من غير فيل، الاستروك بتاعه انا مش واقفة عليه، خلي ده من غير فيل خلاص، واخلي السروك بتاعه بواحد بيكسل ماشي، واخلي ده نقف هنا كده، واخلي ده يبقى مالوش، انا واقفة على الاستروك اخليه مفيش استروك، واخليه بفيل فقط بقى دلوقتي اهو. اشوف كده انتوا حتى هتعرفوا لما دوت يبقى ابيض خالص كده، وده فيه لون. لو انا عملت كده الدهوني اهو بالشكل ده تمام. على فكرة ممكن نعمله اوت لاين، بس يعني ممكن نعمل
الانيميشن بشكل اوت لاين فقط، يعني نخليه كده عادي، مش هتبقى فيها مشكلة. تمام، فاحنا هنخليها تبقى للاتنين، حابين تعملوا اوت لاين بس اوكي، حابين تعملوا اوت لاين وفيل مفيش مشكلة يعني. طيب هنيجي نشوف الجزء ده كمان، هناخده كده نسحبه على الكرييت، عملنا منه كوبي، هنيجي نشيل الفيل، وبعد كده هنا نخلي الستروك واحد، ونيجي فين هنا الاصلي خلاص، واجي هنا اشيل الايه الستروك خالص تمام، واخليه بالفيل بس. يبقى احنا كده عملنا نفس الكلام في الايه في التلاتة اوبجكت دول. يبقى كده نراجع تاني، ادي الباك جراوند السحابة دي، هنا الخطوط اللي تحت، هنا الفيل بتاع السفينة، هنا الاستروك بتاعها، هنا الفيل بتاع الموتوسيكل الاستروك بتاعه، هنا الفيل بتاع الطيارة الاستروك بتاعها، وهنا الخطوط دي. ده كده اقول له سيف از عشان ما يسيفش على نفس الايه الفايل خلاص، واخليه ماشي، اخليه هنا، اخليه اسمه ترانسبورت. تمام، 02 عشان انا اصلا ايه عاملاه من قبل كده خلاص. طيب نيجي نفتح بقى الاخ ده افتر افكت. تمام، نيجي نجيب بقى ايه الفايل اللي احنا عملناه، ان احنا سيبناه 02 اهو، هفتحه ايه كومبوزيشن خلاص، واقول له امبورت ماشي كده. نفتح بقى الكومبوزيشن دي، جابهولي بالشكل ده كده تمام، هيبقى بالشكل ده. اعمل له بس باك جراوند هتكون باللون الابيض عادي جدا ماشي، اخليها تحت واعمل لها لوك كده. ادي التصميم جميل حلو. طيب نبدأ بقى هنا ناخد دول كده كلهم مع الشيفت كليك يمين، واقول له create shape from vector layer. ليه؟ عشان انا عايزه احولهم شيب عشان اعمل الايه ترين باث اللي احنا قلنا عليه. تمام، طب جميل، نيجي بقى نشيل دول كنترول كده وكليك عشان خاطر اختار اللايرز اللي انا عايزاها نقول له ديليت، اتبقى لي دول. طيب انا بقى هاجي اخد دي اخفيها دلوقتي، انا مش عايزاها بس عشان خاطر ايه متعمليش نخلي ده كمان نخفيه، انا بس عايزه اخد الايه ماشي دول. بصوا الليرين اللي هم دول اللي هو الاوتلاين بتاع السفينه والايه والايه والفيلم، دول مع بعض كده بحددهم خلاص، وافتح بي بوزيشن ماشي. هنعمل بس الانيميشن وبعد كده هنعمل الايه الترم باد. لو انا خرجت ده كده بره الاثنين، انا ماسكه الاثنين ها ديارين تمام، لو انا خرجتهم كده بره وسجلت بوزيشن هنا وانا واقفه على اول اللاير او واقفه على اول الكومبوزيشن، واجي هنا مثلا عند 15 فريم، اجيبهم لقدام كده الاثنين مع بعض خلاص اهي. نجي ناخد دول كليك يمين كي فريم اسيستنس و ايزي ايز خلاص، ونيجي نوسع كده مسافة ونحدد دول كده ونطلعهم قدام بالشكل ماشي. طيب اجي كده اشوف حاجة بسيطة يعني احنا مش هنعمل فيها ايه، طبعا هي سريعة جدا، انا ممكن ابعدهم شوية عند 20 فريم كده ماشي. طب برضو سريعة جدا، انا ممكن اخلي ده ما يبقاش جاي قدام قوي يعني ماشي كده، يعني كمان شوية تمام. طيب دلوقتي هنيجي بقى نعمل الترم باث على انهم
على اللي هو الاوتلاين اللي هو احنا خدناه اللي هو الايه الكوبي ده. لو انا قفلت ده كده خلاص وشلت الباك جراوند بس كده، جايب لي الايه، جايب لي الاوتلاين بس او جايب لي الاستروك. خلاص يبقى ده هو ده اللي احنا هنعمل له الايه التريم بيس. نيجي بقى ايه، نفتح ده كده، نفتح الكونتنت، هنلاقي فيه عدد من الجروبس كتيره جدا. ليه؟ لان طبعا فيه خطوط كتيره قوي يعني في الرسم ده. فبالتالي هاخد اول جروب كده لحد اخر واحد خالص مع الشيفت، واعمل ايه، كنترول جي، كنترول جي، جمعهم لي كلهم في جروب واحد. تمام، هقف كده هنا خلاص واقول له انا عايزه ترين باث، ترين باث. نيجي نفتح بقى كده، ظاهرة اهو. على فكرة انا ممكن ازود شوية في الاستروك كده، يعني لو جيت هنا فين طبعا عشان احط استروك. طيب ماشي، هنحطه بعدين. هنا في الترم بس انا عايزة اخلي ده يبقى صفر كده في الاول واسجله للاند وهو بصفر، واجي هنا ممكن اجيبه على فكرة مش من الاول خالص، لان كده كده هي اصلا مش هتظهر في الاول. ماشي، خلي كده واجي هنا عند 20 واخليه يبقى 100 بالشكل ده. طبعا انتوا شايفين ان هو، انتوا شايفين ان هو ايه يعني، ضعيف قوي يعني، الاستروك بتاعه ضعيف جدا. انا عايزه ازود بقى الاستروك، اقف هنا على الكونتنت واحط له، احط له استروك ليه؟ عشان يتحط لكل الجروب، بدل ما امشي على كل جروب وازود التخانه بتاعه الاستروك بتاعه. طب وعلى ايه يعني، احط هنا، هنا الاستروك الويتس باتنين، اخليها مثلا بخمسة. ده الكلر، بصوا كلر بابيض، عشان كده لا انا عايزه الكلر بنفس درجه اللون ده اهو، اهي بانت اهي. بس طبعا حاده جدا وتقيله جدا. انا طلعتها بره استروك عشان خاطر كان اللون بتاعه ابيض، فعشان كده ما كانش باين. طب خليه ثلاثة عشان بس ما يبقاش شديد قوي كده، معقول. طيب نشوف كده، بس هنا انا عايزاه تترسم قدامي، فبالتالي هاخد بس دوت او اشوف اليو بتاعه، خلي ده يتأخر شوية كمان. ماشي كده اهو بالشكل ده. تمام، طبعا عايزين توسعوا مسافات اكتر من كده بحيث تبقى اهدى، مفيش مشكلة. ده هنطبقه على ده وهنطبقه على ده. هي هي نفس الحكاية واحدة. تمام، بس عشان الوقت ما يعديش انا عايزة بس اشرح لكم الجزء التاني، عشان يبقى احنا كده شرحنا البروجكت يعتبر بشكل كامل. طيب هنا في الجزء ده، اشيل دول كده بقى معلش اخفيهم، خلينا بقى في الجزء ده وبس. طيب ديت اولا هي انا حولتها لشيب طبعا، فبالتالي اخش هنا على الجروب بتاعها هلاقي فيه الباث. بس في بقى طريقتين، يا اما انا اعملها عن طريق الباث، ان انا هسجل الباث ده نفسه. خلاص، ازاي بقى هسجله هو كده في الاول؟ دي طريقة ممكن تعملوها. في طريقة تانية هنقولها برضو دلوقتي. واجي هنا عند 10 فريم مثلا، واجي اعدل بقى في شكل الايه، شكل النقط دي. يعني ايه يعني؟ اخد ده مثلا كده، النقط دي اطلعها بره شوية خلاص، واجي اخد النقط اللي هنا دي برضو ادخلها جوه شوية. تمام، والنقط دي اخليها برضو تطلع كده شوية، وابدأ اغير في شكل الشيب بتاعي بالمنظر ده. تمام، دي طريقة
ممكن تبقى كويسة بس ممكن تاخد مني وقت شوية. ماشي، واجي هنا كده، ممكن اخد اول كي فريم كنترول سي كنترول في، هتبقى حاجة بس ايه بسيطة، مجرد ايه الشكل ده. خلاص، ممكن اجي هنا على ده وابدأ اغير في الشيب ده نفسه، اخليه يدخل لجوه شوية. ممكن اخد دول كده كلهم اخليهم يدخلوا جوه شوية كده مع ده. تمام، يعني نبدأ نغير في شكل الشيب دوت زي ما انتم شايفين كده. تمام، ماشي، اشوف كده، ماشي اهي بالشكل ده. طيب انا عايزه يعني اكرر ده بقى، بدل ما اعمل السكريبت او الاكسبريشن بتاع لوب، لا خلينا نعمل هنا حاجه تانية. هي ايه دلوقتي؟ دول 3 كي فريم دول انا عايزه اكررهم على مدار التايم كله، او على وقت الايه الفيديو، او وقت الايه التايم لاين كله كده. ماشي، طيب اخد دول انا محددهم اهو في السكريبت بتاع الموشن، الموشن تو، في هنا حاجة اسمها كلون. كلون يعني استنساخ، يعني بعمل نسخ. تمام، فانا واقفة على الثلاثة كي فريم دول كده واقول له، اجي هنا بس اقف هنا على اخر واحد واقول له كلون، عملهم لي كررهم لي تاني. اجي هنا على اخر واحد واقول له كلون، ماشي، بدل ما ناخد كوبي بيست كوبي بيست، هو يا ايه هيعملهم لي بالشكل ده كده. تمام، ادي اهو، لو انا عايزه اعمل كده، ماشي، ادي اهي بالشكل ده كده. طب اجي اشوف بقى، هيفضل يعمل كده كانه ايه بيرقص. ماشي، هيبقى بالشكل ده. لو انتوا عايزين تعملوا يعني، انتوا بقى طبعا هتظبطوا الشيب زي ما انتوا عايزين، مش زي ما انا عاملاه كده يعني. انا بس عشان ايه بشرح لكم، فايه فانا مش هعمل الايه الكلون ده، خلينا بس الايه اول واحدة بالشكل ده. لو انتوا عايزين تعملوا ده مفيش مشكلة. ماشي، نخش بقى على المهم. خلي دي زي ما هي، جيب بقى الشيب، افتح بس هنا كده، انا عايزة اخد، لا انا هعمل كومبوزيشن جديدة، انا مش هعمل شيب ولا حاجة، هعمل كومبوزيشن جديدة واقول له اوكي. بصوا هنا بقى، هنيجي نرسم، هنيجي نعمل احنا الباك جراوند دي او شكل الشيب ده، هنعمله هنا مانوال، بس نجيب التايتل اكشن سيف، ولازم نرسم في النص طبعا. هنا في الشكل الترانسبورت دي او شكل الباك جراوند دي، الشيب نفسه واخد معظم الكومبوزيشن. خلاص، فانا برضو هرسمها هنا تاخد معظم الايه الكومبوزيشن كده بالراوند ريكتانجل. خلاص بالشكل ده كده، خلاص خليها تبقى ايه كبيرة حتى يعني بالشكل ده. تمام، طيب انا عايزة اخلي ده تبقى في النص. تمام، واخلي انكور بتاعت الشيب نفسه في النص. تمام، مظبوط. طيب كده افتح بقى هنا الشيب ده واشوف هو كام في كام. هنا ده 551 و79. طب انا لو خليت ده 600 مثلا، خلاص، وخليت دوت يعني خليتها 90، ماشي كده. تمام، بس راوند انا عايزاه يبقى راوند اكتر من كده، فهزود الراوند دي اخليها، او خليها 45. تمام، طيب هاخد من الريكتانجل ده اقول له كنترول دي، كنترول دي، افتح بقى الريكتانجل باث هنا واقول له يا سيدي في البوزيشن اطلع لي فوق شوية، هطلعه لفوق شوية خليه ماينس 80، واخلي هنا في الاكس اخليه مثلا 400، انا عايزة بقى اصغره شوية، مش عايزة يبقى ايه كبير قوي كده. تمام، واخليه 90 زي ما هو. خلاص، طب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ نيجي بقى نقف على الكونتينت هنا واقول له يا سيدي انا عايزه ريبيتر عشان عايزه اكرر ده. طيب لما اقول له انا عايزه ريبيتر، اقول له مثلا خليني في اديني مثلا حوالي
10 كوبي. خلاص. طب والعشرة كوبي لو انا فتحت الترانسفورم بتاع ريبيتر نفسه، بص مديهوني على ايه يعني، مديني التكرار ده او الكوبيز دي، النسخ دي مديهاني على الاكس كلها. طب انا مش عايزة اكس يا عم، انا عايزة يبقى واي. خلاص فاطلع لي كده لفوق، اطلع لي كده لفوق، خليني اشوف الايه المساحات اللي ما بينهم كده، يعني خليه يبقى فيه مساحات ما بينهم كده. خلاص خليني عند 159. ماشي مش هزعلك. تمام. طب وبعدين، طب هنا انا عايزة ما يبقاش من تحت كده، يعني عايزة يبقى ينزل كمان لتحت، يعني مثلا يعني بصوا هو طالع لفوق كده كله، طب الجزء اللي تحت ده مش ظاهر، فبالتالي اخليه هنا مثلا -2 مثلا، ولا حاجة حاجة كده ايه صغيرة، بحيث بس تديني تحت كمان في ايه في مساحة. طيب وبعدين بعد ما عملت ريبيتر، اجي بقى هنا اقف واقول له انا عايزة كمان تحط لي ويجل ترانسفورم. ويجل ترانسفورم ده لازم يبقى تحت ريبيتر، خلاص ما يبقاش فوقيه. هنا الويجل سكند انا ممكن اخليها زي ما هي، وهعمل لكم بس حاجة عشان تشوفوا الفرق بين الحاجات دي ايه. دلوقتي لو انا خليت هنا في البوزيشن، انا عايزاه يتحرك بوزيشن، وعايزاه يتحرك بوزيشن ايه اكس. خلاص لو انا خليت في الاكس هنا 20، شايفين عمل ايه؟ بصوا الشيب، رسمة الشيب نفسها، وبصوا الشكل، بصوا الفراغ ده ما بين الاوتلاين والفيل ده، ده الحركة اللي هو عملها دلوقتي في الوجل. فبالتالي لو انا عملت سبيس بقى، بصوا بصوا عاملة ازاي، سريعة جدا، المسؤول عن الحركة السريعة قوي دي وجل سكند. بالتالي دي هخليها 0.5، خليها نص، ما تبقاش ايه سريعة قوي كده، انا عايزاها هادية. شايفين دلوقتي بقت عاملة ازاي، بقت هادية جدا. خلاص. طيب ماشي، انا ممكن ازود البوزيشن ده، يعني خليها 30 مثلا، بحيث ان هي برضو ايه تديني شكل. ماشي معقول. تمام. ودي كمان اخليها 30 عشان يبقى فيه ايه variation. طيب هل انا كده خلصت؟ خلاص يعني، يعني انا كده ممكن ده كده الوجه خلاص. طيب بس في هنا في ريبيتر انا عايزة، طبعا انا عاملة البوزيشن على الواي. طيب انا لو عملت اكس كمان، يعني لو عملت كمان معاه نسبة كده، خليت الاكس يبقى فيها نسبة شوية، ليه؟ علشان انا مش عايزة الشيب يبقى واخد شكل بس كده نمط واحد، لا انا عايزاه يتحرك في الناحيتين. ماشي كده. طيب دلوقتي لو انا جيت في ريبيتر هنا وخليت الاوفسيت ده اسجله مثلا هنا كده بصفر، ازي هنا كده بزيرو، اخليه هنا صفر، لا لا سوري، اخليه زي ما هو، واجي هنا في الاخر اخليه -1. هي دي الحركة بتاعت الشيب اللي بيبقى بالشكل ده. طبعا هنا مرسوم، يعني هنا مرسوم كشيب، واخدين بالكم، يعني هنا مرسوم كشيب، مش معمول كده. تمام. طيب بصوا في هنا حاجة كمان، انا ممكن اخد افتح الترانسفورم بتاع ريبيتر نفسه واخش على السكيل، اشيل اللينك ده بس واكبر بس الجزء الايه، اعمل نسبة كده بس ايه، اكبرها شوية بحيث تبقى فيه فاريانت شوية، يعني شوية يبقى كبير، بصوا بيطلع على كبير ازاي. تمام. يبقى فيها برضو نسبة من الاختلاف. تمام. بس بالشكل ده، والويجل ترانسفورم زي ما احنا. تمام كده يا شباب، يبقى احنا كده خلصنا خلاص الايه الجزء ده، زي ما انتوا شايفين الحركة بالشكل ده كده. طيب انا ممكن اخد بقى الكومبوزيشن دي، اظهر دول كده، ممكن اخد الكومبوزيشن دي هنا. تمام. بدل دوت هتبقى ايه ورا الجزء اللي احنا عملناه بالشكل ده كده. تمام. طيب خلاص. طب ماشي، هنا طبعا هنظهر الباك جراوند
بالشكل ده، تمام، هتبقى كده خلاص. زي ما احنا اتفقنا، الطيارة هتتعمل بنفس الطريقة اللي عملنا بيها السفينة، خلاص. والموتوسيكل ده نفس الكلام برضو، هيتعمل بوزيشن. تعالوا نعمل بس الطيارة كده بشكل سريع. لا، الطيارة اللي هي دي، دول كده الاتنين، ماشي. نيجي نشوف بوزيشن ونخليها تبقى من اول هنا كده. هنسجل، لا بصوا الطيارة بقى، بصوا هنسجل فيها ايه. هنسجل بوزيشن شيفت اس شيفت ار التلاتة. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. تعالوا هنا كده هنسجل التلاتة كده، ماشي. وهنمشي هنا لحد مثلا، خلينا لحد 20 فريم، ماشي. هنا في الأول هنخلي، بس سوري، هنخلي السكيل بصفر، ماشي. وهنيجي هنا طبعا، هنا عند 1 و15 هنخلي السكيل ب100 في الاتنين في الليارين، خلاص. وبعد كده نطلع بقى كده شوية، نخليها بقى ايه، تتحرك في البوزيشن، البوزيشن ده مع ده، يعني اللاير دي مع دي، خلاص. واخليها مثلا تتحرك تيجي الناحية دي كده، او تنزل لتحت شوية، مش قوي يعني، عشان بس ايه، كأنها هتعمل هبوط ولا حاجة، خلاص. وعايزين نخليها تعمل دوران شوية كده، ماشي، 8 درجات مفيش مشكلة. ونيجي مثلا هنا عند 3 ونخليها تتحرك ناحية دي كده مثلا، والدوران بتاعها هيكون العكس، بس هتخش جوه شوية، تمام كده. هنا الجزء بتاع النقطة دي، شايفين النقطة دي؟ دي معمول لها هاندل، يعني دي سموز، يعني دي سموز بوينت. انا مش عايزاها سموز بقى، انا عايزاها تبقى كورنر. فبالتالي هجيب الكونفيرت فيرتكس تول واعمل عليها كده كليك، ابص الاقي الهاندل اختفى، بقى دي دلوقتي اسمها ايه، كورنر بوينت، تمام اهو كده. شوف بقى اللي احنا عملناه ده من البداية خالص، تمام، ماشي، حلو جدا. طبعا ده هيتعمل نفس الكلام برضو، عشان نبقى خدنا البروجكت من اوله لاخره. هنقول بي بوزيشن، طبعا دي ما تعملهاش ترم باث، عايزين تعملوا لها ترم باث، اوكي، هي مش هتفرق برضو. نسجل كده، ماشي، بس دي هنخليها ترجع لورا بس شوية، نخليها هنا عند 2 خلاص. ودي هتطلع لبرا بالشكل ده كده، تمام. دول زي ما احنا اتفقنا ايزي ايز، وناخد ده نقربه بس ايه سنة كده، بلاش نخليه جامد عشان ما يبقاش شديد، ماشي كده. طيب ده هيتحط له تريم، انه اللي هو الايه اللي فوق ده، يعني ده هو الاوت لاين. فبالتالي ده نخش عليه كده في الكونتنت، نفس الحكاية، اجمع دول كلهم كده، الجروبس دي كلها، كنترول جي، تمام، اتعمل جروب. وبالتالي احط هنا بقى عليه التريم باث، وافتح التريم باث واقول له نسجل هنا الاند بصفر. وبعد كده هنا كده نخلي ده ب100، تمام. طيب زي ما انتوا شايفين، خلاص. النقط او الخطوط دي هتعملوها برضو بنفس الطريقة، ترم باث برضو، ما فيش فيها اي مشكلة كده. البروجكت بقى كامل، وادي احنا عرفنا طريقتين لتحريك الباك جراوند دي، او تحريك الشيب ده من الكومبوزيشن نفسها. نعمل مفتاح تلدة، نعمل سبيس، واشوفكم على خير في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله. ده كده كان تطبيق الايه التاسك رقم 12، تمام، اللي احنا متعودين كل اسبوع بننزل تاسك تدريب، يعني عشان الناس ايديها تتدرب على الشغل، وعشان برضو ما ايه ما ننساش اللي احنا بنشرحه. ان شاء الله يا رب يكون درس بسيط وسهل، واشوفكم على خير في المحاضرة الجاية والدروس جديد، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.